داخل مجلس النواب. سرمد، سألتك بدءا، هل لك أن تتحدث لنا عن النصاب وجدول الأعمال لهذا اليوم؟ هل النصاب مكتمل؟ تفضل. من المفترض أن تعقد الجلسة الساعة 1، وبالتالي هذا الموعد هو المحدد من قبل هيئة الرئاسة منذ رفع الجلسة بالأمس يعني، وحتى هذه اللحظة هناك نواب بالتأكيد يتدفقون على مجلس النواب، قسم منهم في يعني يستبقون الجلسة في الجلوس في الكافتيريا، وقسم آخر يحضرون اجتماعات للكتل بشأن تمرير الوزارات المتبقية أو الوزيرين يعني في كما هو وارد على جدول الأعمال أو من أجل الموازنة. وبالتالي موضوع تمرير الموازنة ربما هو الأقرب قياسا بالوزراء، لأنه هناك مشاكل قانونية، مشاكل سياسية بشأن أحد الوزيرين، لكن الموازنة طالما أنها قيل أنها ستعرض على جدول الأعمال، طبعا جدول الأعمال يتضمن كما تعلمين ويعلم الجميع الموازنة، وكذلك استكمال التصويت على التشكيلة الحكومية بواقع وزيرين فقط، وزراء الدفاع والداخلية يرجؤون يعني بحكم الأمر الواقع، بحكم الخلافات السياسية وما فرضته هذه المعطيات هنا في مجلس النواب، يرجؤون إلى الفصل التشريعي القادم حال توفر مساحة وحيز من التفاهم بشأنهم. لكن نتحدث عن وزيري التربية والعدل، العدل ربما يحظى بموافقة أو بتفاهم كردي وهو ما قد يسمح له بالمرور، لكن تبقى مسألة وزيرة التربية ربما هو يعني هي الوزيرة الأكثر خلافا الآن من بين الاثنين، لأنها تتعلق بخلاف سني لم يحل حتى هذه اللحظة. هناك خلاف بين تحالف القرار وكذلك المشروع العربي. بكل الأحوال هذه الوزارة هي اللي حصت السنة، وفي حال توفر أي تفاهم بشأن هذه الوزارة هي ستكون من حصتهم بكل تأكيد. لكن هنالك نواب أشاروا إلى أنه يعني التشكيلة الوزارية سيتم مناقشتها يوم غد الخميس، وأيضا سيكون هنالك حضور لرئيس الوزراء. ما صحة هذه الأنباء؟ وهل فعلا سرمد يعني تم اختيار الوزيرين وزيري العدل والتربية من خلال النافذة الإلكترونية كما ذكر الدكتور عادل عبد المهدي؟ غدا سيحضر رئيس الوزراء ومعه بضعة وزراء، ليس من أجل شيء إنما لمتابعة البرنامج الحكومي. غدا ستستضيف لجنة تنفيذ ومتابعة البرنامج الحكومي رئيس الوزراء ومعه وزراء يعني ربما نتحدث عن انتهاء مهلة 100 يوم، تكاد تنتهي أو انتهت أو ربما على وشك الانتهاء، وبالتالي يجب أن يقدم هناك إنجاز معين، وهذا ما سيعرف خلال جلسة أو استضافة رئيس الوزراء ليوم غد. بشكل مؤكد أقول أنه رئيس الوزراء سيحضر يوم غد، طبعا بطلب من البرلمان، من اللجنة المتابعة بتنفيذ أو المعنية بمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، وطبعا لا يمكن أن يرد، وإذا رد الطلب من قبل رئيس مجلس الوزراء سيكون بكتاب رسمي طبعا يوجه إلى رئيس أو هيئة الرئاسة هنا في مجلس النواب. هذا جانب. الجانب الآخر فيما يتعلق بمسألة الاستيزار، تحدث عن سفان الحمداني وأركان بيباني، هؤلاء هم كما قيل أنه تم اختيارهم من النافذة، لكن بكل أحوال هناك من يؤكد بأن هؤلاء هم مدعومون من كتل، على اعتبار أن أركان بيباني هو متوافق عليه من داخل الأكراد، مرشح مستقل بطبيعة الحال، لكن هو طبعا من كركوك. هذا هناك خلاف بسيط في مسألة جزئية كركوك أو سليمانية، لأنه هو طبعا ترشح بعد موافقة الاتحاد الوطني وكذلك الحزب الديمقراطي، وهو بالتأكيد هو مدعوم من الأكراد، ليس هناك شيء يدعى نافذة إلكترونية في مسألة هذين الوزيرين. إناث كل الوزارات المتبقية سوف لن تخضع للنافذة الإلكترونية، الوزارات المتبقية هي من حصة كتل، تحدث عن 3 مرشحين لوزارة الدفاع من قبل الوطنية. طيب سرمد، يعني هل انتهى الجدل الخاص بتسمية أمين بغداد؟ وهل ما زالت دعوة أن يكون من أهالي بغداد قائمة؟ وأين مكان عبد الحسين عبطان منها؟ وهل تمت الموافقة على قبول استقالة النائب عبد الحسين عبطان؟ بالشق النيابي فيما يتعلق بمنصب أمين بغداد، تعلمين أنه هو منصب أو يخضع للسلطة التنفيذية، وبالتالي فيما يتعلق بالشق النيابي كتلة نواب بغداد التي تشكلت يعني قبل أيام هي طالبت وحددت يعني عدة شروط، وهي يعني قانونية في مسألة تولي أي شخص لمنصب أمين بغداد، أن يكون من سكنة محافظة بغداد، أن يكون يعني ربما من التولد، وكذلك أن يكون له خبرة وباع طويل في مسألة البنى التحتية وإدارة الموارد في العاصمة، وأيضا
يعني أن يأخذ بنظر الاعتبار كل ما تحتاجه العاصمة من أمور. هذا جانب. الجانب الآخر هو بكل الأحوال هو تنفيذي بحت، لكن هناك ضغط نيابي بشأن مسألة إعطاء هذا المنصب أو إلاء هذا المنصب لشخص هو من محافظ بغداد، لا يتعلق الأمر بكتلة معينة على عكس ما تداولته وسائل الإعلام بأنه المنصب لتيار الحكمة. هؤلاء يعني أتحدث عن نواب بغداد، هم لم يعترضوا إذا كان هذا المنصب للحكمة، لسائرون، للوطنية، لتحالف القرار، لأي من الكتل يعني وفق ممثليها هنا في بغداد، لكن يطالبون بأن هذه الشروط تؤخذ بنظر الاعتبار. في مسألة تقديم عبد الحسين عبطان استقالته، حتى هذه اللحظة لم يبت فعليا في مسألة الاستقالة، لكن بإمكان الكتلة التي ترشح عنها عبد الحسين عبطان أن يعني تضع بديلا له في مسألة المقاعد يعني، وبالتالي العضو الأكثر وفق قانون مفوضية العضو الأكثر حصولا على الأصوات هو من سيخلف أي عضو يقدم استقالته أو يتوفى أو تتم يعني يتم استبعاده من قبل الكتلة أو حتى من قبل البرلمان لأسباب تتعلق بالسلوك هنا في مجلس النواب. سرمد الفاضل مراسلنا من داخل مجلس النواب، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.